صحة والعافية، معاكم محمد بوعريكي. من وايد من المتابعين دروا ان انا عندي فوكس واجن بيتل، طلبوا مني ان انا اسوي لها مراجعة. ممكن انا اسوي لها مراجعة، بس سبحان الله شركة فوكس واجن تواصلت معي قالوا لي احمد جولف جي تي 2017. كان اقول له كافي خلاص انا اقتنعت، خلنا نسوي فيديو مع بعض. فاليوم معي الجولف جي تي اي اصدار 2017، جيل السابع من سيارة لها تاريخ وايد عريق. من السبعينات بلشت الهاتشباك مال جولف، وهي الستاندرد مال كل الشركات لما تيجي تسوي لك سيارة تكون هاتشباك. تقدر تحصل ثلاث ابواب او خمس ابواب، يعتمد على الفئة، يعتمد على القصة، ودائما وابدا اكيد انت عندك اوبشنز. والاوبشن اللي راح يكون موجود انا عندي هنا راح يكون الوسط. الجولف جي تي اي راح تكون هي اقوى من الجولف العادية وادنى من جولف ار. فالجي تي اي راح تجي ماكينة 4 سلندر توين تيربو تي اس اي تكنولوجي مال شركة فوكس واجن، اكيد 2.0 لتر تولد تقريبا 220 حصان. فاداء السيارة جيد على هذه الارقام من ناحية وزن السيارة، السيارة تعتبر وايد خفيفة. وبعدين سيارة لانها هي دفع امامي، الثبات مالها لا قوة الا بالله، واحدة من اثبت السيارة اللي انت ممكن تسوقها. والفرونت ديفرنشال مالها هم وايد يساعد، حتى لو تدش لفة بسرعاتك ما تتوقع انك تقدر تسويها، راح تلاحظ ان السيارة وايد ثابتة وما راح تخون معك، تحسسني كانه هو ولدي يقدر يسوق السيارة وما راح يكون عنده مشكلة. فالجولف جي تي اي راح يكون خيار حق الناس اللي تبي سيارة على بادجت معين، وللحين تعطيهم الاثارة والثريل اللي انت ممكن تحصلها بسيارات وايد اغلى منها. السيارة بغير الاوتوماتيك راح تحصل فيها 6 غيار، وعندك الاوبشن مال تريبتونيك يكون يا بالسكان يا موجود انت عندك بالجير. الشاشة اللي موجودة داخل السيارة راح تعطيك امكانيات نفس اندرويد اوتو او ابل كار بلاي، واكيد راح تدعم اللمس، او انك تقدر تستخدم الشاشة كستاندالون ويكون هي الفيتشرز منها وفيها نافيجيشن تليفون، وعندك المنفذ مال يو اس بي عشان يشغل لك موسيقى او حتى يعرض لك صور، وعندك المنفذ مال الاكزيلري. الفلات بوتم تريد مارك من ناحيه السكان راح يكون موجود بالسياره، والسيت اكيد راح يكونون مبكرين، وهذا يعطيها فيل وايد مختلف لما انت تبي تركب السياره. طبعا السياره اللي انا موجوده معي راح تكون 4 ابواب، معناته الكراسي اللي ورا فيهم حتى ايزوفيكس، تقدر تركب كرسي حق عيالك نفس اللي انا صار معي مع وهوب الله يحفظهم. لان ايه فرونت ويل درايف، عندك انت من ورا في ليج روم وايد اكثر، وعندك الدبه ممكن فيها مساحه اكثر عشان تشيل لك اغراض. فسياره اول اراوند راح تحس ان هي عائليه، بنفس الوقت شبابيه، وبنفس الوقت وناسه، وايد تونس السياره. فخلينا نركب سياره ونطق فيها فرش، رايكم؟ طيب، سياره طبعا فيها البلز اند وسلز اللي انت عاده متعود انك تحصلها بالسياره، نفس اكيد سنسرات، ومن نوادر اصلا فيها سناسر حتى بعد على جنب. فيها كاميرا خلفيه تطلع من تحت علامه الفوكس واجن نفسها، تصير كاميرا خلفيه، والكاميرا صراحه ريزولوشن مالها وايد عالي ودقه الشاشه ممتازه، فمن افضل كاميرات صراحه شفتها حق الريفرس. عاده يكون فيها نويز عالي، هني مهتمين فيها فوكس واجن. السكان طبعا الكترونيك ستيرنج، فمعناته راح يكون عندك انت التقنيه هني، لما تمشي سرعات قليله نوعا ما يكون خفيف، لما تمشي سرعات اعلى راح يكون السكان اثقل. في الفلات بوتم هني من تحت، وهذا طبعا تريد مارك حق السيارات الالمان اللي عاده تكون سبورت، من تحت يكون فلات. فالجي تي اي هذه راح تكون بالنص، 4 سلندر تي اس اي 2.0 2000 سي سي، راح تعطيك 220 حصان. السياره راح تكون سبورت قلبا وقالبا، راح تعطيك اداء سبورت، وراح تكون هي البادجت فريندلي من ناحيه، خلينا نقول مثلا اذا انت كنت طالب توك مطلع ليسن تبي سياره سبورت وما اعرف ايش، هذه راح تكون اختيار موفق. حتى حق الجامعه ادائها زين، تكييفها زين، حجمها زين، ابعاد السياره زينه، هالامور هذه كلها تاخذها بعين الاعتبار لما تي انت تبي تقرر انك تاخذ سياره جديده، وهذه راح تكون مناسبه. ما تصرف وايد بنزين، صرفها عادي، وتعتبر هي من ناحيه الفيول افشنسي وكونسبشن مالها من الليفلز اللي اكسلنت، حتى مو جود ولا فيري جود، اكسلنت. صدقوني في لزقه على السياره ما خلوني اشيلها لان مكتوب عليها اكسلنت. فيها فزه، فيها قومه، مو ما فيها، عندك نوعا ما حركات يعني مو مفهومه من ناحيه الريشيو بالجير والغيار مالها، يعني عادي انت من صفر ليل 40 كيلو وقاعد تمشي على دوسه عاديه تقط لك 4 جيرات عشان تبدل لك السياره للحين تحس ان هي مقموته، بس الاكسلريشن من انت تدوس راح تلاحظ ان السياره راح تعطيك بيك اب وتعطيك اداء اكثر من انت كنت متوقع. نفس شوف شلون الحين انا عطيتها كذي دوسه، عطتني بيك اب وايد سريع، وهذا شيء انت يعني ما تتوقعه من سياره 4 سلندر صراحه، انه ممكن تعطيك هالاداء هذا او هالثريل هذا. فحلوين. فانا حاب اشكر شركه فوكس واجن عندنا هنا بالكويت ان اعطوني الفرصه اني انا اجرب الفوكس واجن جي تي اي واسوي لكم هذا الفيديو، وتفاصيل اكثر راح يكون بالرابط الموجود تحت. وبس جماعه، اللي طال لك سور، سلامتكم، تعيشون. حمد بوعريكي ومالك.